يقول السائل: ما هي حدود الحرم؟ وهل الصلاة في المساجد التي بجوار الحرم تعادل 100,000 صلاة؟ حدود الحرم هي الأميال المقامة على جوانب الحرم، وهي علامات واضحة بأعمدة ولوحات، هذه حدود الحرم، ما كان داخلها فهو الحرم الذي لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه ولا تتعلق به الأحكام الشرعية. والصلاة فيه مضاعفة، كل ما كان داخل الأميال فالصلاة فيه عن 100,000 صلاة فيما سواه، لأن كله يسمى حرم وكله يسمى المسجد الحرام والحمد لله. والمساجد مكة كلها يشملها الفضل ويشملها مضاعفة الصلاة، كلها سواء. نعم.